معانا الفلكي الأردني عماد مجاهد ورح نحكي عن الاكتشاف العالمي لنيزك بيعود لآلاف السنين. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الورد. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكل مشاهدين طبعا. أهلا وسهلا فيك أستاذ مجاهد وألف مبروك. يعني للأمانة فيك. يعني اكتشاف كلنا بنفتخر فيه كأردنيين وبرضو أيضا سيضيف اسم الأردن بموضوع الاهتمام بالنيازك وعلم الفضاء. تحدثنا بداية كيف اكتشفت هذا النيزك وفريد من نوعه والاهتمام العالمي بهذا النيزك؟ شكرا لك، سؤال كبير صراحة، خاصة الاهتمام العالمي هلأ بحكي فيه. بصراحة يعني أنا كفلكي من حوالي 40 سنة وبعرف أنه في نيازك ممكن الواحد يلاقيها إذا بحث عنها. نعم. ودائما بنقرأ، أنا لي كتاب جديد صدر عن المجموعة الشمسية وكتبت عن النيازك من ضمن المواضيع الكتاب، فدائما يعني بقول ليش ما نلاقي نيزك في الأردن؟ يعني بنلاقي نيزك مثلا قمري ومريخي ونادر، بتكون صغيرة لكنها نيزك وبتسجل باسم البلد. يعني تلاحظي انه فعلا في بلاد عثروا فيها على نيزك وتسجلت عالميا. فأنا دائما بقول طب ليش احنا يعني فلكيين بالأردن وكل بيعرفنا وليش ما يكون عندنا هذا الحكي؟ من سنوات طويلة بسأل هذا السؤال، وفي الفعل يعني كل ما بكون فاضي أو كذا بحس الوقت مناسب تلاقيني بدور على نيازك وببحث على نيازك. وجملة هاي الجهاز هذا بسيط من أمريكا، هذا ممكن يساعد إنه نبحث فيه على نيازك. تمام. بس ممكن تلفه أستاذ مجاهد، بس خلي يشوفه من الأسفل أيضا. هيك. للكاميرا اللي هون لو سمحت. أوكي. هلأ هذا عبارة عن مغناطيس. أوكي. النيازك هاي الكاميرا. النيازك زي ما هو معروف إنها فيها حديد. أوكي. نسبة كبيرة من الحديد. فهذا الجهاز هو أمريكي، في مغناطيس كبير، فأنا لما ببحث عن نيزك مش معقول كل حجر أطلع عليه أحس إنه نيزك أروح أحمله وكذا. فمعي العصاب بقربها منه، إذا جذبه في احتمال 50% يكون نيزك. أوكي. 50%. فبعد هيك تبدأ كم عن تجارب أخرى. فالحمد لله يعني كل فترة كنا ندور على صخور، بعد تقريبا مش أقل من 20 سنة الحمد لله إنه الله وفقنا إنه فعلا عثرنا على نيازك جديدة في الأردن. نعم. في مؤشرات أو دلائل للمكان مثلا تخليك تحس إنه في نيزك ممكن يكون بهاي المنطقة؟ لا والله ما في مكان مميز. يعني هي صحراء، هي أرض فاضية. بالجنوب طبعا، في الجنوب، جنوب الأردن، وهي طبعا هي مناطق صحراوية. بدك يعني بدك تبحثي وتلفي. طبعا في ناس يعني بضل طول عمره 25 سنة و 30 سنة يدور على نيازك وما بتوفق. هي نادرة النيازك، نادرة جدا. والنيزك اللي معنا نادر جدا لأنه حديدي. حديدي لا، والحديد اللي في أربع أنواع حديد، هذه غير موجودة في النيازك الأخرى. يعني أنا بحكي كلام مختص بالمختصين بالنيازك، بتعرف أنا فلكي بس مش مختص بتحليل النيازك وتركيبها. هذول في ناس متخصصين الجيوكيمياء ومتخصصين كمان بالنيازك، وهي مختبرات نادرة في العالم. فبيحكي لي الحديد اللي فيه مش متوفر في أي نيزك آخر. نعم. وهذا رح يسجل كنيزك جديد على العالم باسم الأردن طبعا. نقدر نفرجي هو تقيل، بدي أحاول أحمله. شفتوا قديش تقيل قبل اللقاء. طبعا هو نقص النيزك بالزبط. لحتى يبين منه هذا بالزبط. الحديد لاحظوا الأبيض هذا هو المسميه الحديد النيكل. أوكي. هلا اللي بتميز النيازك عن الصخور الأرضية بهذا المعدن. ما الصخور الأرضية ما فيها هاي المعدن. هاي المعادن ما بتتشكل في الأرض ولا يمكن أنها تتشكل يوم ما نشأت الأرض. أوكي. تتشكل بالفضاء الخارجي. فبنزل الحديد، هذه النيازك عبارة عن حديد نادر لا يتشكل بالأرض. أوكي. وإنما يتشكل في الفضاء. تمام. ولما بيقترب من الأرض بنزل علينا وكذا. فعشان هيك الحديد هذا اللي هو موجود في هذا النيزك مش متوفر بالأرض وإنما يأتي من الفضاء. الحديد العنصر الحديد الموجود بالأرض يختلف عن هاي. نعم نعم، هذا الحجر مش موجود. هذا الأرض. المهم هذا الحجر لفه كل الأرض، كوكب الأرض ما بتلاقي مثله. طب نجرب كيف تجربة العصا مع لها إذا حطوا على الطاولة إنه ثقيل. بالضبط قد ايه وزنه؟ هذا وزنه 10 كيلو، شايفينه الصغير. الشباب القرية كانوا يمسكوه معي أساس يحملوه بفكروه خفيف فيتغلب. لو شفتوا كيف تمام. اوكي شوي راح يمسك بقوه شوي. اوكي هلا شوفوا. بسم الله. اوكي لاحظوا معلش يعني حتى يعرفوا الناس هذا بيبين قديش نسبه الحديد. انتوا بتمسكوا قطعه حديد عالي. بالضبط. قطعه حديد وصافي. طبعا الحديد صافي
والنيزك هذا فيه أربع أنواع من الحديد، حديد النيكل. يعني لازم تكون واحد اثنين، هذا أربعة كمسايت وأيوتا ومايونايت مش عارف إيش، أربع معادن. هاي المعادن مش متوفرة على السفن الأرضية. يعني ممكن تفضلي والله تقول لا قولي. يعني ممكن هذا يلف أو يجذب أنظار العالم إلى الأردن إنه فيها والله نيازك كمان أيضا ونحن مش عارفين عنها. طبعا، بس وين ندور عليها؟ على فكرة هذا النيزك راح يسجل خلال يعني تقريبا شهر، بكون يسجل دوليا وراح يكون مميز عالميا، إنه ما في إله شبيه من حيث المعادن اللي فيه. هي النيازك طبعا نيازك طبعا، لكن في نيازك فيها حديد مش متوفر في نيازك اخرى. انواع من الحديد هذا في اربع انواع، انا شخصيا اول مره بقرا انه في نيازك في اربع معادن. وهذا سبب طبعاً اهتمام العالم في اهتمام بهذا العالم فيه. وحكالي يعني خوسي غارسيا رئيس مختبر جزر الكناري اللي فحص النيزك، بحكي لي عماد هذا النيزك راح يدخلكم التاريخ لانه ما في له شبيه، وراح يتسجل خلال شهرين. هذا حكي قبل شهر، بقول لي خلال شهرين راح ينزل تسجيل دولي إن شاء الله. وقال لي راح نشكل فريق علمي في الجامعات عندنا حتى يعملوا عليه دراسة كنوع جديد من النيازك، بعدين راح يتسجل في متحف التاريخ الطبيعي في لندن. وطبعا أخذوا القطعة اللي أنا قصيتها راح تحفظ في متحف التاريخ الطبيعي. يعني ضعف حجمها، ضعف هذا الحجم تقريبا ثلثه. هذا طبعا لازم ينقص عشان يبين، ما في مجال طبعاً. لأنه في أشياء ما بتبين إلا بالميكروسكوب، لازم يدرسوها، يدرسوا اللب. أستاذ مجاهد قديش صار لك تدور؟ يعني الشغف، شوفوا شغف حلو بأي مهنة يعني مهنة الإعلام منيح، بمهنة الصحافة، بمهنة حتى اللي بيشتغلوا بالبنوك، التعليم والهندسة وإلى آخره. الشغف هو اللي بيخليك تستمر طبعا، وتعب إنك تدور على هذه النيازك بالصحراء تحديدا برضو كمان بدها جهد، بدها تعب كبير وقت. يعني في ناس بقعد 30 سنة يبحث عن نيازك ما بيلاقي نيازك، ما بيلاقي. يعني هي طبعا يعني هي توفيق من الله زي. لكن برضو أنا بدي أقدم جهد، أنا بقدم جهد، بقدم تعب وبعمل وببحث، بالآخر الله وفقني. فالحمد لله يعني التعب ما راح على الفاضي. والحلو إنه نيزك الأردن هذا مش نيزك مألوف، فريد من نوعه، فريد من نوعه ما في مثله. أنا بدي أسألك عن الآلة اللي لقيت فيها النيزك، كنت بتقدر تلاقيه بأي آلة تانية ولا لازم؟ لا طبعاً هذا النوع لازم، لأنه أول طريقة للبحث عن النيزك. يعني أنا ماشي بالميدان وبدور عليهم، بلف وبطلع على الحجار. هلأ صرنا نستخدم تقنية التصوير، يعني عندنا زوم، كاميرا زوم قوي جدا، هي فلكية. فأنا بستطيع أنه بمسح منطقة وأنا واقف بالكاميرا بدور ببيع. فممكن أشوف صخرة. هلأ أول طريقة حتى أقدر أعرف أنه هذا ممكن يكون نيزك بالمغناطيس، فبجيب المغناطيس بدور، إذا مسكه زي ما شفته هلأ فباخده. تكلفة هذا الجهاز عالية؟ لا هذا التكلفة هو جاني هدية بصراحة. جاني هدية. نحن بنشوف القشرة الخارجية لهذا النيزك هي الصدى. صدى. يعني هي الصدى اللي من خلال السنوات الآلاف السنين بالزبط. صار في هذه القشرة. نعم. طيب ممكن يكون في والله نيازك نازلة بالشمال أو بالوسط، لأنه نعرف إحنا أغلبية نيازك تنزل بالبحار والمحيطات، فهل من الممكن أن يكون والله نيازك كمان نازلة بعمان بس عمرنا وعملنا طرق وإلى آخره ولم ننتبه إلى هذا الأمر؟ ملاحظة مهمة جدا. نعم النيازك ممكن تكون في عمان، ممكن تكون في إربد، ممكن تكون في الرمسة، ممكن تكون في البتراء، ممكن تكون في الطفيلة، ممكن تكون بأي منطقة. لكن ليش إحنا بنبعد عن المنطقة السكنية؟ هلا خلص صار بنا وعمار وكذا بتعرفوا، فممكن واحد يكون بنى بيت تحتيه نيزك بسوى ملايين وما انتبه له وكذا، فإحنا مش راح نغلب حالنا اللي في البيوت مش راح يكون موجود. الصحراء أول إشي بتكون منطقة مفتوحة صحيح، ما في حركة بشرية عليها، ما في ناس بروح وبيجي وبيطلع وبيبني وكذا، فإذا في نيزك بضل محافظ عليه. الشطارة إنه إحنا نلاقي هذا النيزك. صحيح. بالضبط. وهذا هو يعني في يعني مثلا عندك بالصحراء شمال إفريقيا في ناس عندهم شغلتهم الآن فاضيين يدوروا على نيزك. والله أستاذ مجاهد نحن فخورين فيك وفخورين سلام. بهذا الإنجاز، وهذا الإنجاز يعني كمان بيرفع علم أردننا واسم الأردن بالخارج، هو مرفوع دائما ولكن سيتواجد أيضا في المهتمين بالنيازك بشكل مفصل. شكرا لك وجودكم مبارك. شكرا. والاهتمام شكرا العالمي زيه رح يكون في اهتمام محلي أيضا بهذا الاكتشاف إن شاء الله الكبير. شكرا لك، نورتنا. شكرا. شكرا. خلونا ناخذ فاصل صغير وبعدها بنكمل يوم جديد، خليكم معنا. شكرا.